واش خاص واش خاص واش خاص كان الانديه الكل تنسج على نفس المنوال. ما نقولوش هذه معناتها صحيح، هي فكره سمارت انوفونت، انه ما تعملتش في تونس حاجه باهي على الاخر، انه تخلي على الاقل العباد تهز الحمل نتاع الجمعيه مع بعضها. تعرف ترجي اليوم تلعب على برشا مستويات، اربع مستويات، بطولة افريقيا، السوبر ليج، البطولة العربية، بطولة تونس، معناتها وهذه تستحق امكانيات كبيرة. راهي جمعية وحده ما نجمش كيما راهو زاد نقولوا كيما اللي عملته السي اس اس في وقت من الاوقات السوسيوس، كانت فكرة ناجحة ومنعت السي اس اس من برشا مشاكل مالية. اليوم ترجي كلوب ماهوش نفس المنوال، ماهيش جمعية خارج الجمعية، هي منضوية تحت إشراف الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي باش تدعم موارد الترجي، انه كل واحد وكل قدير وقدر. اليوم عندنا محامين، عندنا طب في الترجي، عندنا رجال أعمال ينجموا يعاونوا، وهذايا ينجم يوفر إمكانيات مادية. احنا نتمناو نوصلوا 5 مليون دينار من هنا لاخر الموسم ان شاء الله، وكيف كيف زاد جماهير الترجي كل قدير وقدره. تصوروا احنا مليون في الترجي، كي كل واحد يدفع دينار في الشهر، قداش نجموا نوفروا مداخيل في العام للترجي الرياضي التونسي. وهذه قوه الترجي، قوه الترجي انه كلها ملمومه مع بعضها، انه الرؤساء القدم والرؤساء الجدد. كي ترى تصويره كيما التصويره هذيك بين حمدي وسليم، ما تنجم تقول كان ترجي راهي كبيره. وهذا اللي يميز الترجي على برشا انديه، راهو ما نقولش تونسيه ولكن حتى افريقيه وعربيه. اليوم احنا باش نكونوا في تحديات كبيره مع فرق عربيه عندها امكانيات كبيره ورهيبه جدا، شركات عملاقه. راهو كي نحكيو على الاهلي نحكيو على ميزانيه قد ميزانيه الترجي ب 12 و13 مره، دونك باش نجم تخلط على الاقل، انه يلزم جهود الكل تتكاتف. حظوظ الترجي في البطوله وافره بطبيعه الحال، مع احترام كل المنافسين. اليوم راهو الاتحاد الرياضي المنسيري اللي قاعد يقدم في موسم ممتاز جدا، مبروك على كل بانتصاره البارحه قدام تيبي مازمبي. كيف كيف النجم الرياضي الساحلي قاعد يرجع في الكورسه، السي اس اس معناتها البطوله ما فيها اونجو سنة، وقد يبدا البطوله فيها اونجو، قد لي ترجي يمشي للمسابقات الافريقيه والعربيه باكثر حظوظ، على خاطر يكون معناتها لاعب ماتشوات يكونوا صعاب شويه. خلينا نطمحوا ان شاء الله، نطمحوا انه على الاقل على الاقل نوصلوا نصف نهائي، نهائي البطوله الافريقيه هذه. وعلاش لا نهزوا الكوب دافريك السنه؟ لا السنه نلعبوا على رباعيه، ورباعيه حقيقيه ان شاء الله السنه. اغزر احنا في الترجي نلعبوا على الواجهات الكل، فما اولويات بطبيعه الحال، ولكن ان شاء الله ما فماش واحد يحب ترجي ما يحبش نهز الرباعيه التاريخيه، سوبر ليغ، بطوله تونس، البطوله الافريقيه والبطوله العربيه ان شاء الله.